جيز ممكن تحكي لنا عن أزمة الطين هون بالمخيمات؟ والله بالنسبة لأزمة الطين يعني حالة مأساوية وحالة يرثى لها، يعني الأولاد الأطفال بدهم يلعبوا لا يستطيعوا يلعبوا، الطين يعني موجود مكثف في المخيمات، لا في تعبيد الطرقات، لا في يعني بحث تبحيص المخيم، المخيم يشكو يعني يعاني من قلة التبحيص ومن قلة يعني الصرف الصحي، يعني عشوائي كله عشوائي بعشوائي، يعني ما في تنظيم، مثلا ما في صرف صحي، ما في يعني حد يخدم هالمخيم هذا، طلعوا الطين المية يا اخي في الشتاء، يعني نحن على شتاء غارس يعني باول الشتاء فصل الشتاء، يعني معاناة شديدة كبيرة يعني عم تعاني منها النازحين في مخيمات أطمة. هاي تدفئة ما في، هو شالي كل اثنين على صوبة، نروح من يوم عندي ويوم عند جاري، خبز ما في مثل العالم. الوظائف هم بالمخيمات لناس وناس، الإنارة بالشوارع هذا المتعهد اللي حط الإنارة، حط لمبات نهارين ثلاث انحرقت أغلبيتها، البطاريات نص محروقة طلعت. ايش بدك؟ شوارع السواقي طلع عليها حد منا طلع، نهر قويق عندنا هون. ما في نظافة، ما في شيء ما في. مخيمات ما تنزل مطر، الناس بدها عوازل ما في، بيوعدوا بهالناس بيوعدوا لناس من ناس المخيمات. السلام عليكم. السلام. هل تصور لي؟ لكن والله انت بتصور لي. ما بدي تسب حرام الواحد ما بيجوز. Yeah, then